اليوم هو لم يحققه أي مدرب قبلك، 9 نقاط في دور المجموعات، مبارك لك وللاعبين. Thank you, but it's only a statistic. Okay, we want to win all matches, but now it's a good record. But we are thinking in this match because I didn't like it a lot. We have to think in the next match. شكرا جزيلا لكم. هي مجرد إحصائيات ليس إلا، نحن نريد الفوز في كل مباراة. أيضا حققنا ريكورد مهم في هذه البطولة، ولكن لم تعجبني العديد من الأشياء في هذه المباراة، لم تعجبني. أنا أريد أسألك عن هذا الموضوع، كنت غاضب بعد أن استقبلت شباك العراق هدف التعادل. Yes, because there are actions that we work a lot of times, we advise a lot of times, and we can concede these goals. بالطبع كنت غاضب لأنها كل الأهداف التي استقبلها الفريق اليوم من لعبات تدربنا عليها كثيرا ونصحنا فيها كثيرا، ولكن لم يأتي هذا التدريبات بشيء، استقبلنا هدفين. أخيرا في 3 مباريات استقبلنا 4 أهداف، هذا يعني وجود خلل في الخط الخلفي. No. When receive the goals, no, it's not the problem for a defensive line. It's the whole thing. Because if we don't pressure with our attack, the defense is suffer. But in my opinion, the whole team they need to improve in defense. لا أعتقد أن خط الدفاع به مشكلة، وعدد الأهداف ليس لا يشكل أي دلالة على ذلك. والدفاع يبدأ من خط الهجوم، المهاجمين هو أول خط دفاعي، لو لم يقوموا بالضغط الجيد سيعاني خط الدفاع من ذلك. ولذلك أعتقد أن الفريق كله يجب عليه إعادة الحسابات في الخط الدفاعي ويحاسب على ذلك. Thank you, coach, and good luck.